معذبين أهل الكرم من دولته مشترينا. مشاهدينا الكرام، نعود إليكم مرة أخرى وقد اشتقنا إلى أبو علي. قال لا بغيت همك من القلب ينجلي ويزيد وقتك جمال وحلي، فاسمع حبيبك أبو علي. الله يسعدك أبو علي، يا مرحبا. الله يطول عمرك. يا مرحبا، منورنا يا حبيبي. الله ينور قلبك. قال أبو علي لابس غترة ولابس عقالة، اسمعوا يا ناس الهرجة ومقالة، مثل الذي شاري له عصير من وسط بقالة. عشان تصبر عشان بالغصب. قصيدة هنا ابتهال، أول افتتاح ما نبغى. يا فأنا أنا جايبها على مسحوب بدايتها وبعدين بجيبها بشير. يقول ألا يا الله إنا نستعينك ونستهديك، يا سلام، ونرجيك غفرانك وعفوك بمن سالك، يا سلام. هذا موقف الراجي إلى رحمة، هذا موقف الراجي لرحمتك بين يديك، ولا له سواك ولا شك حاله إلا لك. أنا في ظلام الليل أناديك وناجيك، وأنا عبدك اللي تحت رحمتك وفضلك، وأنا أخشى ذنوبي وأنت بالسر ما يخفيك، ولكني يرجي رحمتك واطلب وصالك، طلبتك تعاملني على حسب ظني فيك، فنادوني عفوك يا عظيم الرجاء لك، ويا العبد لازم حسن الظن في واليك، فلا لك سوى مولاك في جملة أحوالك. حذري حذري من دروب الرادة تغويك، وحذرك لا تشغل كعن ربك أموالك، توجه لربك واطلبه يا عسى ينجيك، فلا لك سوى رحمته لو كثرت أعمالك، ويا العبد منه باع دحر الفقر يغنيك، وهو عالم بيطي يبالفال عن حالك، فلا تستعين إلا بمن عليم خافيك، عظيم الرجاء عظيم كريم واثق بوصله حبالك. سلامك. بيض الله وجهك يا أبو علي. الله يبيض وجهك ويسعدك في الدنيا والآخرة، ويرزقك طيارة وسيارة وباخرة، الله ويرزقك من جمال الدنيا الفاخرة والآخرة والآخرة. اللهم آمين. والله تأثرنا بك يا أبو عبد المحسن مع الأهل والأولاد والزملاء في قضية النظم معهم، الله لا يحرمك الأجر. تسجعون كلكم. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. أي والله أنت يعني إمامنا في هذا.